السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الفني الزراعي، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا في برنامج في بيتنا مدرسة. معكم الدكتورة نشوى سمير، معلم خبير وزارة التربية والتعليم. طبعا النهاردة إن شاء الله هيكون الحلقة بتاعتنا استكمالا للحلقات الإسرائيلية اللي احنا ابتدينا فيها في تخصص الصناعات الغذائية. طبعا تخصص الصناعات الغذائية تخصص واسع، بيبقى فيه كتير من المجالات وفي مقررات، المقررات كلها بتخدم مهنة فني التصنيع الغذائي. النهاردة إن شاء الله هيكون كلامنا عن الصناعات الغذائية للصف الثالث اللي هو الدبلوم الزراعي. الدبلوم الزراعي فيه ثلاث مقررات عليه، في يعني ثلاث مناهج، ثلاث مقررات. اول مقرر اللي هو الصناعات الغذائيه اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عنه النهارده، من حيث الهدف العام من الماده، الوحدات المختلفه كم وحده، كل وحده بيتم دراسه ايه فيها بالظبط، الاهداف، الهدف المعرفي، المعرفه اللي المفروض الطالب يكون واخدها علشان خاطر اما يجي يطبق التدريبات المهاريه بيكون على بينه وبيكون مدرك هو بيعمل ايه بالظبط، كل حاجه كده. وهناخد نبذه بسيطه عن بعض الدروس المشهوره في هذا التخصص. طبعا من ضمن كمان المقررات اللي موجوده في الدبلوم الزراعي هو عندنا اللي هو تصنيع منتجات اللحوم، وده علم واسع برضو هيبقى إن شاء الله مخصص ليه حلقة خاصة بحيث نعرف برضو المنهج ده محتواه بيكون إيه. في تخصص برضو اللي هو العجائن والمخبوزات، تصنيع العجائن والمخبوزات، وده برضو عالم تاني بحيث إن الطالب بيكون في ما ياخد الدبلوم يكون عنده كم معرفي وكم مهاري حلو جدا بحيث إن هو يستطيع إن هو يخرج لسوق العمل ويمارس المهنة بتاعته، لأنه عنده خلفية كويسة جدا وبالتالي بيؤدي العمل على أحسن وجه. إن شاء الله هنبتدي النهاردة الحلقة بتاعتنا عن الصناعات الغذائية للصف الثالث. طب لما نيجي كده نقول إيه هي أهداف الوحدة؟ أهداف المادة أول حاجة هدف المقرر اللي هو عبارة عن إكساب الطالب قدر من المعرفة في إيه؟ الطالب هيبقى المفروض في جزء معرفي هياخده، إيه الجزء المعرفي المفروض الطالب هياخده في قسم الصناعات الغذائية؟ أول حاجة إن هو صناعة المربى والجيلي والمرميلات. الطالب هياخد، أنا طبعا هقول مجمل كله على بعضه وبعد كده هشرح باستفاضة إيه هو المقصود ب يعني إيه مربى، يعني إيه جيلي، يعني إيه مرميلات. برضه من ضمن الحاجات اللي هو صناعة استخراج الزيت السكر من قصب السكر وبنجر السكر، طبعا دي من ضمن الحاجات أو الصناعات اللي المفروض الطالب هيكون ملم بيها. برضه الهدف هتبص تلاقي صناعة العسل الأسود وأهميته الغذائية، وده من المقرر عندنا في الوحدة بتاعة الصناعات الغذائية اللي هي في الوحدة معظم الوحدات دي الهدف العام. في كمان صناعة الطحينة والحلوى الطحينية والقيمة الغذائية لكل منها. في برضو حاجة هناخدها اللي هي عبارة عن صناعة الكحول والخل وأهمية كل منها. من ضمن برضو الأهداف صناعة زيت الزيتون وأهميته من الناحية التغذوية، وده هيبقى فيه لي معلومات مهمة وقيمة جدا. برضو هناخد جزء عن التعبئة والتغليف الأغذية والعبوات المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية، ده كورس لوحده ويبقى مفيد جدا للطالب بتاع الصناعات الغذائية. طيب لما نيجي نقول الوحدة الأولى مكونة من إيه؟ أول حاجة في الوحدة الأولى اللي هي عندنا صناعة المربى، وفي عندك صناعة الجيلي، وفي عندك صناعة المرميلاد، دي ثلاث صناعات أنت هتاخدها في الوحدة الأولى. طيب قبل ما نتكلم عن التدريبات العملية أحب أقول برضو أنوه كده إن التلات حاجات اللي هي المربى والجيلي والمرميلاد أنت هتاخد فيها إيه؟ هتاخد فيها أول حاجة التعريف العلمي لكل من هذه المنتجات. وإحنا ليه بنركز على المنتجات دي؟ لأن هي دي المنتجات اللي بتتصنع في المعامل بتاعة الصناعات الغذائية. أنا بيبقى الطلبة معايا وبنعمل عملية تصنيع زي صناعة المربى، بيبتدي يشوف مراحل التصنيع المختلفة وبيشوف النواحي المهارية إن المفروض الطالب بيكتسبها علشان خاطر إن هو يبدع في إنتاج منتج عالي الجودة. أنت بتاخد التعريف العلمي ليه؟ بعد كده بتاخد خطوات صناعة كل من المربى والجيلي والمرميلات،
طبعا بعد كده بتاخد ايه الكميات اللي المفروض تحسبها. يعني انت دلوقتي لما تيجي تعمل مربى، مربى التين مثلا، هتعرف مثلا ان انت كل 1 كيلو تين مجهز هتحط له كيلو سكر. الحاجات دي هتبتدي تحسبها وتحسب المكونات اللي هي المفروض الداخله في صناعه. في لما تيجي تصنع مربى هتستخدم ثمار فاكهه او خضر، او بعد كده هتستخدم السكر، وهتستخدم حامض الستريك، وحامض الستريك اللي هو ملح الليمون اللي هيتحط بنسبه معينه، مش باي نسبه، علشان خاطر يمنع ظاهره التسكير. واحنا قلنا ان ظاهره التسكير ان ده عيب من عيوب المربى لو حامض الستريك ما اتضافش بالنسبه المظبوطه. وبالتالي انت كطالب صناعات هتاخد مرحله او خطوات عمليه صناعه المربى والجيلي والمرميلات. برضو من ضمن الحاجات اللي انت هتاخدها تاخد صفات المنتج الجيد. انت دلوقتي عندك عملت مربى او جيلي او مرميلاد، تشوف صفات كل منتج ايه، من حيث اللون، من حيث الطعم، من حيث الرائحة، من حيث القوام. كل دي بتبتدي تقيمها، وبالتالي بتحكم على المنتج اللي انت عملته ايه، ايه الحاجات اللي انت غلطت فيها ووقعت فيها علشان اداك منتج مش عالي الجودة. بتاخد برضو عيوب كل من هذه المنتجات، الجيلي والمربى والمرميلاد. بتشوف مثلا لو حصل ظاهرة زي ظاهرة وجود عفن على سطح المربى أو عفن على سطح الجيلي أو عفن على سطح المرميلاد، يكون راجع لإيه؟ تبقى أنت فاهم التكنيك ماشي إزاي. يبقى أنت ما ظبطتش التركيز. يبقى أنت التركيز وأنت بتطبخ ما وصلتش لمرحلة الطبخ، انتهاء الطبخ. طيب أنت برضو بتاخد إيه هي نهاية عملية الطبخ. لما انت بتعمل كميات كبيرة من المربى او الجيلي او المرميلاد، طبعا لابد ان انت بتحسب او بتعرف مراحل انتهاء عملية الطبخ. ومراحل عملية الطبخ لما بتبقى في المصنع او في معمل بتعمل كميات كبيرة، دي بتتقاس باجهزة معينة. الاجهزة دي هتاخدها اللي هو جهاز الريفراكتوميتر اللي هتقيس بيه التركيز، وفي كذا اختبار، اختبار المعلقة ازاي تحكم عن طريق المعلقة ان انت تحكم المربى دي خلصت ولا لا، في عن طريق الترمومتر المعدني تحط ترمومتر جوه المربى وتشوف درجة حرارة النضج وصلت ولا ما وصلتش. لو انت عملت كل الكلام ده هتحكم، هتبقى انت طالب مهاري تعرف تصنع مربى وجيلي ومرميلات جيد. لما تيجي تشوف عيب من عيوب المنتجات دي، مثلا زي المرميلات، اللي احنا عارفين ان المرميلات عبارة عن بيبقى جيلي فيه شرايح او قشور بعض انواع الموالح. القشر ده بيكون في صورة متجانسة ومتماثلة، بحيث ان القشر ولا يدفع على السطح، وبحيث ان القشر لا ينزل. طب انت ايه التكنيك اللي هتعمله عشان خاطر تفضل القشور متماثلة في المنتج نفسه؟ كل ده بتاخده في الصناعات الغذائية. طبعا بتبقى المادة العلمية في الوحدة الأولى شيقة جدا، وبيبقى التدريب العملي فيها كويس جدا، والطالب بيحس ان هو بيبدع. في طلبة بتعمل المنتجات دي كمان عندها في البيت، وبتيجي تجيب لي المنتج وببقى سعيدة جدا ان هو ابتدى يعمل حاجات كويسة. بالإضافة ان في بعض الطلبة ابتدت تدخل في بعض المشاريع الغذائية، والحمد لله وفقت تماما يعني. طيب في التدريبات العملية، اول حاجة عندنا تدريب الطالب على صناعة مربى التين. احنا عندنا صناعة مربى التين زي ما احنا عندنا كده في المعمل، مربى التين بنعملها وبنخلي الطلبة تشوفها. في عندنا حلة الطبخ اهي، يبتدي الأستاذ يساعد الطالب ايه هي الكميات اللي يبتدي يحسبها ويبتدي يدينا هذا المنتج. برضو من ضمن الحاجات ان احنا تدريب الطالب على كيفية قياس تركيز النهائي وتقييم صفات الجودة في المربى. عندك زي ما انت شايف في الصورة كده، دي عندك الريفراكتوميتر اللي هو بجيب من المربى وابتدي اعمل لها عملية تجانس، واخد عينة منه واحطها في هذا الجهاز اللي هو الريفراكتوميتر اللي انت هتاخد نظرية عمله او خدت نظرية عمله السنة تانية، وبالتالي هتحسب التركيز وتشوف تركيز المربى كام. قلنا 68.5% ل 70% هو التركيز الحافظ الذي يمنع نمو اي احياء دقيقة. هي برضو من ضمن الحاجات تدريب الطالب على صناعة الجيلي. وانت عارف اهو الجيلي عبارة عن عصير الفاكهة الرايق، ناتج طبخ عصير الفاكهة الرايق المضاف ليه السكر والحامض والبكتين، وبيبتدي يتعمل عملية طبخ حتى درجة حرارة 220 ل 223 درجة فهرنهايتي، وبتبتدي تشوف التركيز لو وصل ل 65 ل 70% يبقى كده عملية
نضج ليه، وبعد كده بيتم تعبئته في عبوات مناسبة، وبعد كده بيوضع في التبريد دون تقليب أو خلط. طيب في كمان حاجة كمان أهو، تدريب الطالب على صناعة المرميلاد الطبيعي. شايفين أهو المرميلاد الطبيعي بتاع البرتقال أهو جيلي، وفي قشر أنواع الموالح أهو موجود في صورة متماثلة ومتجانسة. خلي بالك الصورة المتماثلة ومتجانسة دي بترجع إلى درجة حرارة التعبئة، بترجع إلى بعد كده تدريب الطالب للحكم على جودة وسلامة منتجات المربى والجيلي والمرميلاد. كل ده بتاخده في الوحدة الأولى. في عندك كمان بالنسبة للوحدة الثانية، الوحدة الثانية هتاخد فيها ايه؟ الوحدة الثانية هناخد صناعة السكر والعسل الأسود، دي أول حاجة. تاني حاجة هناخدها ايه هي أهداف هذه الوحدة؟ أهداف الوحدة ايه؟ تعريف الطالب بأهم الخامات المستخدمة لإنتاج السكر، ده أول هدف من أهداف الوحدة. طب الوحدة الثانية برضو تعريف الطالب بالأسس العلمية السليمة لاستخراج السكر من قصب السكر من مصادر المختلفة. خلي بالك احنا كمان بنستخدم قصب السكر وبنجر السكر. في برضو الهدف العام برضو تعريف الطالب طرق تكرير السكر من مصادره المختلفة. من ضمن برضو الأهداف تعريف الطالب صناعة الطريقة المثلى لصناعة العسل الأسود. طيب قبل ما نتكلم عن التدريبات العملية أحب برضه أقول حاجة كده كويسة، إن السكر إحنا دي صناعة كبيرة جدا، الطالب بياخد بالنسبة لجمهورية مصر العربية إحنا بنعتمد على مصدرين في صناعة السكر، قصب السكر وبنجر السكر. طبعا تجود زراعة قصب السكر في مصر، وبالتالي إحنا بنستخدمه كمصدر أساسي لاستخراج السكر. الخطوات الأساسية في صناعة السكر من قصب السكر بداية من مرحلة الحصاد حتى مرحلة استخراج السكر انت بتدرس هذا الجزء، بتدرس انت ازاي لما بتيجي تدخل جوه الحقل بتاعك ايه مراحل او علامات نضج القصب اللي انت من خلالها بتحكم بتقول لازم يتحسد دلوقتي. خلي بالك الحصاد بتاع قصب السكر او بنجر السكر لازم يوصل لمرحلة النضج، ما تسيبش القصب لمرحلة ما بعد النضج انت بقى فاكر انها مع بعض النضج السكر هيزيد، لا بالعكس ده بيحصل تكسير للسكر. العلامات اللي بتؤدي الى ان القصب كامل النضج تيجي تكسر عود القصب تبص تلاقي كسر معاك بسهوله، تلاقي اصفرار الاوراق العلويه والسفليه، كل دي علامات تؤدي الى ان القصب كامل النضج. برضه ما نسيبش القصب الى مرحله ما بعد النضج حتى لا يؤدي الى تكسير السكر. بالنسبة لبنجر السكر، البنجر بتاعنا اللي حواريك في صورة كده للبنجر السكري اللي بنستخدم منه أو بنستخرج منه السكر. البنجر برضو ما يسيبش إلى يعني ما تسيبهوش في الحالة ما بعد النضج لأن هيحصل ليه كرمشة ويقل حجمه ووزنه، وبالتالي بيبقى صعب إن أنت تعمل له عملية تقطيع وبالتالي استخراج السكر ويحصل تكسير للسكر داخل البنجر. برضو من ضمن الحاجات اللي هتاخدها في هذا المقرر ان انت هتاخد خطوات صناعة قصب السكر. بداية احنا خدنا خلاص مرحلة الحصاد، بتبتدي تعمل الاختبارات المشهورة اللي هو عملية الاستقطاع الطبيعي والاستقطاع الكيميائي، وهتعرف يعني ايه كلمة استقطاع طبيعي، ان انت بتاخد المخلفات بتاعة السكر، بتاخد عينة قصب وتبتدي تشيل المخلفات بتاعتها من الزعزيع والورق الجاف وتبتدي توزنها وتشوف لو كان وزنها 1% من الوزن العينة لا يستقطع شيء من الوزن أو السعر، لو 2% هيستقطع 1% من الوزن وبالتالي السعر يقل. يعني استقطاع طبيعي ده اختبار يجرى لتقدير شوائب وسعر القصب. الاستقطاع الكيميائي ان انت بتاخد عصير القصب وبتبتدي تشوف فيه نسبة السكر قد ايه، مفروض نسبة السكر لا تقل عن 80%. خلاص كده؟ بعد ما بتيجي تعمل الاستقطاع الطبيعي والكيميائي تبتدي تدخله في مرحلة التصنيع اللي هي ازاي هيبتدي يتقطع وازاي هيدخل في العصارات وازاي العصير الناتج ده هيتجمع وبيبقى كله شوائب. ما تقدرش تستخلص السكر من عصير قصب السكر إلا لما العصير الأول يتعمل له عملية تنقية وتنظيف من الشوائب، وده اللي بيسموه عملية الترويق. طبعا في مواد بنحطها على العصير ده علشان خاطر نروقه ونخليه نظيف،
نتخلص من الأملاح والمواد الغروية وكل الكلام ده كله عن طريق إن إحنا بنحط مواد زي مادة الجير، لبن الجير بنحط، برضو ثاني أكسيد الكبريت، مادة الكبريت عشان يختزل لك اللون. الكلام ده كله بتعمله وبتعرفه، مش بتعمله، بتشوفه في المصانع من خلال زيارات المصنع، وبالتالي أنت بتعرف تنقي، تعمل عملية تنقية لهذا العصير، عشان بعد كده هيدخل هذا العصير في مرحلة التركيز. تركيز يعني بتحط فيه غليات معينة ويبتدي يطلع منه، طبعا بيكون التركيز تحت تفريغ علشان ما يحصلش كرملة للسكر اللي داخل العصير، وبالتالي يبتدي يتقل معاك، يتقل لحد ما يبتدي يوصل لمرحلة البلورة، وبعد كده نبتدي نستخرج السكر من قصب السكر. وده هتاخده بالتفصيل، وهتاخد وظيفة كل حاجة، وزي ما بتضيف الجير بتضيفه ازاي. برضه هتاخد تكرير السكر. انت السكر دلوقتي اللي عندك بيسمى سكر خام، السكر الخام ده بيبقى لونه يعني لونه بني شوية، انت بتدخل في مرحلة التكرير علشان تعمل ايه، تشيل كل معظم الشوائب اللي موجودة فيه، وبالتالي يوصل عندك السكر الابيض الجميل اللي انت بتشوفه، سكر السنترافيش، سكر المكعبات دي اللي انت بتشوفه ده، دي كلها اسمها سكر مكرر، يعني سكر مش شال منه الشوائب. هتاخد برضو في عملية التكرير ايه هي المواد اللي انت بتضيفها على السكر عشان يوصل لمرحلة التكرير، وخط التكرير بيكون ازاي، واستخدام الفحم النشط، انت بتستخدم ليه فحم حيواني عند عملية التكرير. الكلام ده كله هتاخده بالتفصيل. وهتاخد انواع السكر وصفات او المواصفة الجيدة، المواصفة القياسية للسكر الجيد. هناخد برضو جزء عن استخراج السكر من ايه، من بنجر السكر. بنجر السكر نبات شتوي بيزرع في مصر، وبالتالي احنا بنعرف ازاي او ايه هي المعاملات المعينة اللي انت بتعمل عشان تستخرج السكر من بنجر السكر، وهتعرف تميز ما بين حاجتين، سكر القصب وسكر البنجر، وهتعرف تشوف ايه هي المخلفات الناتجة من صناعة قصب السكر. الحاجات دي هتتاخد بالتفصيل. المخلفات اللي بتنتج من صناعة قصب السكر، طبعا عندنا أول مخلف من المخلفات الملاس. الملاس ده سائل متخلف عند صناعة السكر من قصب السكر. الملاس ده ليه استخدامات كتيرة جدا، استخدامات في صناعة الكحول، بيستخدم في صناعة الخل، بيستخدم في معظم صناعات مهمة جدا، بيضاف للعليقة بتاعت الحيوانات اللي هو السيلاج. طيب في عندك كمان المخلفات، عندك الزعزيع دي والورق الناشف الاصفر ده بيتجمع في صورة اكوام ويتم حرقه، وبيتحط عليه بعض الاسمده ويتم تخليطها في التربه، بتصبح سماد للتربه. شفت قد ايه ان المخلفات بتاعت قصب السكر شوف مهمه ومفيده ازاي. بصاصه القصب دي بنستخدمها في انتاج صناعه السليلوز وصناعه الورق، كل ده بيبقى من المخلف ده، بصاصه القصب. بنستخدم مصاصة القصب في صناعة عوازل التلاجات، بيدخل في الصناعة، بيدخل في صناعة الخشب الحبيبي، كل دي صناعات قائمة على صناعة مخلفات قصب السكر. يعني شفت القصب بناخد منه السكر، والمخلف بتاعه بنبتدي نصنع منه حاجات كتيرة. الشمع اللي على القصب ده شمع الساق، بيستخدم في صناعة الشمع. يبقى إذن دي صناعة ما تهملش أبدا أبدا، وكذلك في صناعة بنجر السكر. طيب بالنسبة للتدريبات العملية اللي عندنا، أول حاجة تدريب الطالب على صناعة العسل الأسود، دي من ضمن الحاجات اللي هناخدها. تدريب الطالب على كيفية الاستفادة من مخلفات الناتجة من صناعة السكر، شايفين اللي أنا قلتها لكم من قيمة شوية. وتدريب الطالب على الصناعات القائمة على الملاس. يبقى احنا دلوقتي خدنا التدريبات المختلفة دلوقتي بالنسبة للعسل الأسود. برضو احنا دي درس جميل جدا، بيبقى الطالب متشوق جدا ان يعرف ازاي العسل ده بيتعمل. طبعا العسل ده عبارة عن عصير قصب مركز بيتم تركيزه. طب لما نيجي نركزه بيركزه ازاي؟ بنركزه تحت تفريغ عشان العسل الناتج بيكون ما يكونش لونه اسود قوي، لا بيكون لونه بني محمر كويس. ازاي الطالب يعرف ما يكونش فيه عيوب في صناعة العسل الأسود؟ طب ازاي؟ لما نيجي نعصر القصب نعصره في عصارات ستانلس، ما نعصرش القصب في عصارات حديدية أو خشبية، لأن دي كلها ليها أضرارها. الخشبية العصارات ما نقدرش ننضفها، الحديدية بتخلي لك لون العصير أسود نتيجة أيونات الحديد بتنزل مع العصير،
وبالتالي لما تيجي تركز العصير تبص تلاقي لون اسود ولونه مش حلو. برضو ان انت لما بتيجي تعمل عملية تصنيع العسل الاسود لازم اما تيجي تعصر القصب لازم تشيل القشر بتاع الساق، وبالتالي اما بتيجي تدخله في العصارة تالي بتحصل على العصير وبالتالي على منتج عالي الجودة ما فيهوش اسمرار العسل الاسود. برضو لازم انت تكون في عملية الطبخ تكون الاواني مش نحاسية، مش تكون الاواني مصنوعة من الاستانلس. لما تيجي تعمل عملية الطبخ لازم نشيل الريم المتكون أول بأول. كل دي حاجات بتسهم في جودة العسل الأسود. وبرضو العسل الأسود لازم برضو نشوف الاشتراطات الصحية والممارسات التصنيعية الجيدة في عملية التعبئة. زمان كانوا بيعبوا العسل الأسود في بلاليس كده من الفخار وبعدين يحطوا عليه المصاصة القصب ويبتدي يغطوه بالطين. طبعا الكلام ده خلاص ما بقاش يتعمل دلوقتي لانه غير صحي، وابتدى تظهر بعض العبوات اللي احنا هناخد فيها وحده كامله عن انواع العبوات المختلفه لتعبئه المواد الغذائيه. برضو من ضمن الحاجات عندنا اللي هي الوحده الثالثه. الوحده الثالثه بتضم ايه؟ الوحده الثالثه بتضم صناعه الحلوى الطحينيه، دي صناعه قايمه بذاتها. برضو التدريبات العمليه المفروض الطالب يحصل عليها، اول حاجه تدريب الطالب على تحضير مستخلص عرق الحلاوة. قبل ما أدخل في النقطة دي هتكلم عن صناعة الحلوى الطحينية. الطالب بإذن الله كده هياخد إيه أهمية الحلوى الطحينية وإيش معنى المنتج ده اللي بيتم اختياره، علشان أول حاجة نعرف الأهمية الغذائية ليها. الحلوى الطحينية فيها في مزايا عديدة جدا، أول حاجة إنها بتمد الجسم بالطاقة لأن فيها سكر، طبعا بيحتوي على فيتامين إيه، فيها طبعا زيت السمسم ده اللي هو كل ده ليها حاجات مهمة، العلاج السعال، العلاج سهولة عملية الإخراج، كل دي حاجات ليها أهمية اقتصادية في صناعة الحلوى الطحينية. أنت مش هتاخد صناعة الحلوى على طول، لا، ده أنت هتاخد إزاي بتعمل؟ إيه الخامات الداخلة في صناعة الحلوى الطحينية؟ عندنا الطحينة. طب الطحينة دي لما بتيجي تعملها هتعملها إزاي وهتعملها من إيه؟ إحنا الطحينة هنصنعها من السمسم. السمسم ده هل أي سمسم كده بناخده ونيجي نعمل له عملية طحن كده؟ لا، انت السمسم ده بتعمل له عملية تجهيز، تبتدي تعمل له عملية التنظيف، بعد ما بتيجي تعمل له عملية التنظيف تبتدي تعمل له عملية النقع، تعمل له نقع في المية. طب انت بتنقعه في مية ليه؟ علشان خاطر القشرة بتاعت السمسم تبتدي تطرى، وبالتالي لما نعمل عملية التقشير في مضارب السمسم يبقى سهل عملية التقشير. باخد السمسم بالقشر بتاعه وابتدي احطه في احواض كبيرة او عميقة من محلول ملحي. طب محلول ملحي ليه؟ علشان هتبص تلاقي الحبية بتاعت السمسم هتطفو لفوق لأن فيها زيت والقشرة هينزل لتحت. هتاخد السمسم ده هيتم غسله كويس جدا وتجفيفه، وبعد كده بيتم عملية التحميص. عملية التحميص تتم بعد كده بيتفرد السمسم، ما يتحطش السمسم وهو محمص فوق بعضه. ليه؟ لأن انت لو حطيته فوق بعضه هتبص تلاقي هيغمق منك بفعل الحرارة الكامنة. يبقى انت لازم تعمل عملية تفرده كده على اساس بعد كده يدخل ويدخل في الطواحين اللي هتبتدي تطحنه وتعمله الطحينه. طبعا خلي بالك في طحينه عندنا انواع كتيره من الطحينه هتاخدها، الطحينه البيضاء وفي عندك الطحينه الحمراء. الطحينه البيضاء دي بتستخدم من السمسم اللي هو اتنضف واتقشر واتعمل طحينه. ازاي اللي هي الطحينه الحمراء ده بنستخدمه من السمسم، ده بيكون لا يتم تقشيره وبيتم غسيله فقط، وده بيبقى بيستخرج لصناعة الزيت. بعد كده هتاخد صناعة الطحينة وهتبتدي تدخل في المكونات الأساسية للحلوى الطحينية. إزاي تحضر المحلول السكري الناضج؟ المكونات بتاعته إيه؟ هتستخدم ما تيجي تعمل محلول سكري بتستخدم السكر، بتستخدم المية، وبتستخدم حاجة اسمها عرق الحلاوة. عرق الحلاوة نوع كده من أنواع الخشب هوريه لكم في الصور. العرق الحلاوة ده بيستخرج من قلف بعض أنواع الأشجار، وده بيتعمل منه مستخلص. هنوريك إزاي بتعمل المستخلص ده. بتعمله بنحط عليه مية ونبتدي تعمل عملية غليان، وبيتصفى وبيتساب عشان يتحصل له عملية الفيرمنتيشن اللي هو عملية التخمر. طيب إيه عرق الحلاوة ده وفايدته إيه؟ عرق الحلاوة بيتحط عند صناعة الحلوى الطحينية لأنه أول حاجة بيكسب لك الحلاوة الطحينية اللون الفاتح، بيكسب لك الحلاوة الطحينية الطعم الهش، وبيزود لك الوزن، وبالتالي العائد الاقتصادي بيبقى مربح، صح ولا لا؟
يبقى احنا كده عرفنا ازاي نحضر المحلول السكري والطحينه. هنعرف بقى نعمل ازاي، هنعمل الميكس او نعمل الخلط ما بين الطحينه وما بين هذا المحلول السكري الناضج، وبالتالي ازاي بتعمل العجينه وتبتدي تعمل عمليه التشكيل ليها. ولو انت عايز تحط اي اضافات زي جوز الهند، زي الفستق، زي اللوز، زي الشوكولاته، كل دي على حسب الرغبه في المصنع المفروض يعمله. بعد كده بيتم عمليه التعبئه والتغليف. هتاخد ازاي العامل لما بيجي يعمل عمليه الخلط ما بين الطحينه وما بين المحلول السكري الناضج او الشراب السكري الناضج، ايه هي الشروط الصحيه المفروض يعملها؟ ازاي يلبس القفازات، ازاي صوف، ازاي يحرص كل الحرص عن الادوات بتاعته بتكون نظيفه، ازاي تكون ما فيش اي اثار لذباب او حشرات عشان ما يقعش فيه اثناء عمليه العجن. كل دي مهارات انت بتشوفها وبتتعلمها. بعد كده برضو هتعرف ايه هي صفات الحلوى الطحينيه الجيده، ازاي تحكم على هذه الحلوى ممتازه. لو خدتها او خدت قطعه في فمك تبص تلاقيها بتدوب خالص وما بتحصلش، ما فيش اي تكتلات فيها، ما فيش فيها اي تشعير، ما فيش فيها اي تزييت. الحلوى الطحينيه تبص تلاقيها ما لهاش اي ريحه غير مرغوبه، ما تستخدمش مكسرات مزنخه او يعني فاسده وتيجي تحطها وتبوظ الانتاج بتاعك. برضه هتاخد من ضمن الحاجات اللي انت هتعرفها ازاي هتكشف عن الغش في حلاوه الطحينيه. في حاجات كتيره جدا ممكن تغش بيها الحلاوه الطحينيه، ممكن تغشها بالبطاطا تحط فيها بطاطا، ممكن تغشها بفول السوداني، كان زمان بيغشوها بفول السوداني بس دلوقتي فول السوداني سعره ارتفع فاصبح الغش فيها قليل. ساعات بيغشوها انهم بدل ما يحطوا سكر بيحطوا سكرين، ودي حاجه برضو مش صح. كل بيغشوها ببعض انواع بدقيق الرز، يطحنوا الرز كده دقيق رز ويبتدوا يحطوها معاها، كل دي اسمها غش الحلاوه الطحينيه. ونعرف ازاي نكشف على الغش ده؟ نكشف على الغش طبعا انت مش هتحكم بالطعم، لا ده انت هتحكم في تقدير نسبه الرماد. كل ده هيقدر لك ان كانت الحلوه الطحينيه دي مغشوشه ولا كانت مش مغشوشه. برضه هتجي تاخد من ضمن الحاجات دي عيوب الحلوى الطحينيه. عيوب الحلوى الطحينيه يعني مثلا انت لقيت حلوى طحينيه فيها اسمرار عالي، يعني مسمره مش فاتحه، يبقى هو حط حمض الستريك كتير، يبقى هو استخدم من الاساس طحينه غامقه. طب الطحينه الغامقه دي نتجت منين؟ نتيجه ان هو استخدم سمسم زائد في التحميص. برضه هتاخد مثلا طعمها رديء. ليه طعمها رديء؟ يبقى انا استخدمت من حاجات اللي هي المكسرات مش كويسه. هتستخدم التزييت، يعني لما تبقى الحلاوه الطحينيه مزيته ايه سببها؟ كل الكلام ده هتاخد كورس حلو جدا عن الحلوى الطحينيه، بالاضافه الى زيارات معمليه او زيارات لبعض المصانع القائمه اللي بتعمل الحلوى الطحينيه. الطالب بيستفيد قوي في الجزء ده. طيب في كمان عندنا تدريب الطالب على انتاج تجهيز السمسم لانتاج الطحينه، زي ما انتم شايفين كده، شايفين السمسم اهو، ودي الطواحين اللي بيتم فيها طحن السمسم عشان برضو تدريب الطالب على صناعه الحلوى الطحينيه زي ما انا قلت لك من قيمه شويه، وتدريب الطالب على كيفيه كشف الغش في الحلوى الطحينيه عن طريق طبعا اختبارات وتقدير نسبه الرماد. في عندك الوحدة الرابعة. الوحدة الرابعة دي هتاخدها بداية من الترم الثاني، يعني انت الترم الاولاني وحدة اولى تانية تالتة، الترم الثاني اللي هي من اول الوحدة الرابعة. طيب اول حاجة اسم الوحدة يعني اللي هي تعريف الطالب الاساس العلمي لصناعة الكحول والخل. برضو دي حاجة من ضمن الحاجات، تعريف الطالب لانواع الكائنات الحية الدقيقة الداخلة في التخمر والظروف الملائمة لها. في عندك تعريف الطالب بالمواد الخام اللازمة للصناعات التخميرية وكيفية تجهيزها، دي برضو هتاخدها. برضو هتاخد بالنسبة للنماذج لمنتجات غذائية قائمة على صناعة التخمير، عندك زي عندك المخللات والزبادي وعندك الخبز. برضو عايزة أتكلم في النقطة دي شوية، إن أنا طبعا إحنا عندنا المخلفات قصب السكر، عندنا الملاس. الملاس ده في جمهورية مصر العربية بناخده بنبتدي نصنع منه منتجات.
أهم المنتجات اللي الطالب هياخدها صناعة الكحول. طيب صناعة الكحول دي من الصناعات التخميرية، يعني إيه؟ يعني دلوقتي الملاز ده اللي هو بيبقى عامل زي العسل الأسود، بيبتدي يتعمل له تخفيف بالمية، ونبتدي عن طريق الخميرة، عن طريق الخميرة، الخميرة اسمها ساكاروميسيس سيرفيسيا. الخميرة دي بتبتدي تحول السكر ألف اللي في الملاس في ظروف غير هوائية إلى كحول. طب هل ده بيتم إزاي؟ لا، ده بيتم بتقنية عالية جدا. ده في عندنا حاجة اسمها المخمرات، اللي هي جهاز بيوفر ظروف أو بيئة بيولوجية للكائنات الحية الدقيقة اللي هتقوم تشتغل وهتحول لك الملاس ده إلى إيه؟ إلى كحول. هل الملاذ زي ما هو كده الخميره هتشتغل عليه وتحوله الكحول؟ لا، ما ينفعش. الملاذ نسبه السكر فيه عاليه قوي، فعشان كده لابد ان احنا بنخففه بالميه، وعلشان يبقى سهل ان الخميره تبتدي تحول لي الملاذ الى كحول في ظروف ايه؟ في ظروف غير هوائيه. المخمر ده جهاز بيوفر للخميره ظروف بيولوجيه معينه علشان خاطر تقوم بعمليه التخمر بوقت سريع وبطريقه مظبوطه 100%. طيب المخمرات دي في عندنا منها انواع كتيره جدا، في عندنا مخمرات هوائيه وفي مخمرات غير هوائيه، وطبعا من خلال الدراسه المعرفيه انها بنوضح للطالب شكل جهاز المخمر ده بيبقى شكله ازاي، وبيبقى تركيبه ازاي، وبيعرف الماده بتتحط جواها ازاي، وازاي بيتم عمليه التخمر. برضه من ضمن الحاجات المهمه اللي هي انتاج حمض الخليك، هي عباره اللي هو الخل. احنا دلوقتي من خلال سلسله كبيره انت بتاخد الملاس عن طريق الخميره بيديك ايه؟ بيديك الكحول. طب الكحول ده عن طريق بعض انواع البكتيريا اسمها بكتيريا حمض الخليك او بكتيريا الاسيتوباكتر، في ظروف هوائيه بيتم انتاج الخل. طب الكلام ده هتاخده بقى ازاي هيتعمل؟ ايه هي الظروف المناسبه لنشاط هذا الكائن الحي علشان خاطر يقوم بهذه العمليه؟ شوف كائن حي دقيق ازاي وينتج منتجات اقتصاديه لها قيمه اقتصاديه عاليه جدا. خميره بتحول لك سكر لكحول، تيجي بعد كده البكتيريا تاخد الكحول تاكسده لحمض خليك. كل ده مش اي نوع من البكتيريا او مش اي نوع من انواع الخميره، لا، ده لازم تكون في ظروف للخميره الجيده، والظروف يعني ازاي الخميره دي ناخدها مش مريضه، وازاي نعمل عمليه تنميه للخميره. فدي جزء جميل جدا هناخده وهنشوف علشان الخميره او البكتيريا يشتغلوا على الماده الخام ويحولوها لهذا المنتج، ايه هي الشروط المفروض يتوفرها، والبي اتش ايه، وتركيز الكحول ايه، وتركيز الملاس يبقى ايه. الكلام ده هتاخده وفيها اسئله تعلل كتيره جدا ان شاء الله هتبقى كويسه. برضو في حاجه احب اقولها، ان في صناعات كبيره جدا قائمه على عمليه التخمر. طبعا احنا عندنا انواع كتيره جدا من انواع التخمر. التخمر الكحولي ان احنا بننتج منه الكحول اللي بنستخدمه في الصناعه. في عندك تخمر الخليكي، التخمر الخليكي ده اللي بننتج منه المخللات، يعني تستخدم في صناعه التخليل. في عندك التخمر اللاكتيكي، وهقول زي ايه. في عندك تخمر السكريات. طب لما احنا نقول مثلا ايه هي المنتجات اللي يتم يعني تصنيعها عن طريق هذه المنتجات، ايه هي؟ عباره عن ايه؟ عندك مثلا صناعه الخبز. صناعه الخبز دي صناعه قائمه على التخمر. ليه؟ انت بتحط الخميره البيره في على الدقيق، صح، وتبتدي تحط نسبه سكر، تعمل عمليه طنش. بيحصل ايه؟ الخميره بتبتدي تتغذى على السكريات وتنتج ايه؟ تنتج غسان اكسيد الكربون وكحول الايثايل. طب ده اللي بيخلي لك العجينه ثاني اكسيد الكربون، يخلي العجينه ايه؟ انتفخت، بتنتفخ، وبالتالي بعد كده بتبقى نقول العجينه اتخمرت. بعد كده بناخد طبعا العجينه دي وبالتالي عمليه تشكيلها وانها بتوضع في الفرن، تبص تلاقي ريحه الخبيز، تقول الله في ريحه خبز جميل، ريحه كحول الايصال بيبتدي يتطاير. دي صناعات قائمه على عمليه التخمر. في عندك صناعه الزبادي. ازاي صناعه الزبادي؟ انت طبعا لما تيجي تاخد اللبن بيكون عندك بعد ما بتغليه وبتسيبه يبرد خالص يبقى فاتر، تبتدي تاخد البادئ. ايه البادئ ده؟ بتشوف عندك علبه زبادي قديمه، بتاخد منها معلقه وتبتدي تحطها على اللبن وتبتدي تقلبه كويس. طب اشمعنى انا باخد الزبادي القديم ده؟ الزبادي القديم ده فيه بكتيريا مهمه جدا. ايه هي؟ بكتيريا حامض اللاكتيك.
بكتيريا حامض اللاكتيك دي هتعمل ايه؟ هتبتدي تتغذى على السكريات اللي في اللبن وتنتج حامض اللاكتيك. حامض اللاكتيك هو اللي بيدي الزبادي الخصرة. تبص تلاقي الزبادي عندك بقى خصرة كده نتيجة التخمر اللاكتيكي. في صناعات تانية قايمة على التخمرات، زي صناعة ايه؟ عندك صناعة الكحول، في عندك صناعة الخبز، قلنا الخبز، صناعة السجق المتخمر أو اللحوم المتخمرة، صناعة بعض أنواع الجبن، الجبن زي إيه؟ عندك الجبنة اللاكفورت، جبنة اللاكفورت دي من الجبن القائمة على صناعة التخمرات. أنت تبتدي بتلقح اللبن بتحط له فطر، الفطر ده بيبتدي يتغذى على بعض المكونات في اللبن وينتج المكونات اللي بتديك النكهة والرائحة الخاصة باللاكفورت. الكلام ده كله اسمه صناعات قائمة على عملية التخمير، وده هيبقى باب حلو قوي فيه معلومات قيمة جدا وشيقة قوي قوي. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي انا لازم نبقى عارفينها، اول حاجة كمان عندك التدريبات العملية. ايه هي بقى التدريبات العملية اللي هتاخدها؟ تدريب الطالب على تحضير الكحول باستخدام الملاس، الكلام ده هيكون تم في خلال مصانع. في برضو تدريب الطالب على قياس تركيز الكحول باستخدام الايدروميتر. ازاي هيستخدم الايدروميتر في قياس تركيز الكحول؟ علشان خاطر يبتدي يشوف الكحول ده مناسب لاجراء عمليه التخمر الخليكي. برضو دي برضو حته احب اقولها كمان، زي ما انا قلت لكم كده عندك السكريات اهي، لما بتيجي تستخدم الخميره في ظروف لا هوائيه او غير هوائيه، ده بيكون جوه المخمر، بيديك الكحول. الكحول ده بواسطة بكتيريا الأسيتوباكتر اللي هي بكتيريا حمض الخليك في ظروف هوائية بيديك حمض الخليك، وده من الحاجات المعادلات المهمة في الصناعة. طب تدريب الطالب على كيفية الحكم على جودة الخل. طبعا في عندنا بالنسبة جودة الخل، الخل لو أنتج بطريقة جيدة بيبقاش فيه مشكلة خالص، بس الخل بعد ما بيجي يتكون احنا بنعمل بعض الخدمات للخل ده عشان يبقى عالي الجودة. يعني ايه؟ بنعمله مثلا عملية تعتيق. انا بعمل تعتيق ليه؟ عشان ازود المركبات المسؤولة عن الرائحة. تلاقي تقول الخل معتق ريحته قوية. طيب في عندك كمان هنقول الطرق المختلفة لإنتاج الخل، ايه هي الطريقة السريعة وايه هي الطريقة البطيئة لإنتاج الخل، ده برضو لوحده. هتاخد برضو في صناعة الخل اللي هي صفات الخل الجيد، وايه هي بنعمل الخل ايه؟ الخل لما بيكون فيه اسمرار معنى كده ان العصير او العصير اللي تم عملية تخمر الكحول ليه وعملية الاكسدة ليه ما تمش بطريقة سليمة، هيحصل عملية اسمرار للخل ده. في برضو ذبابة الخل، ذبابة الخل دي من الحاجات الوحشة جدا اللي بتصيب الخل. دي بتعمل ايه؟ تبص تلاقي عن طريق فتحات تهوية في الجهاز اللي موجود في صناعة الخل بتدخل هذه الذبابة وتتركز على السطح وتبتدي تضع اليرقات بتاعتها والبيض بتاعها، وبالتالي بتعمل مشكلة في صناعة الخل. ازاي نتفادى هذا العيب؟ وازاي نغطي هذه الفتحات بأسلاك؟ وازاي ان احنا نعمل عملية تنظيف لمكان صناعة الخل؟ لأن ممكن يصاب أو يحصل تلوث ببعض أنواع البكتيريا غير بكتيريا الأسيتوباكتر، وبالتالي الخل اللي عندنا مش هيبقى خل، هيبقى ريحته وحشة جدا، وبالتالي لازم إن احنا نعمل عملية بسترة. خلي بالك أنا ما باجي أستخدم البكتيريا عشان أحول الكحول للخل، بعد كده لازم أخد الخل ده أبسطره. ليه؟ لأن احنا لو سيبنا البكتيريا دي جوه الخل هتبص تلاقي هي هتحول لك كل الكحول لخل، بس هتيجي بعد كده هتكسر لك الخل بعد ما تعمل عملية التخمر تماما، تبتدي تحول لك الخل لثاني أكسيد الكربون ومية، تيجي تشم الخل تلاقيه مية. يبقى أنت لازم تعمل عملية تعتيق للخل، ولازم تعمل عملية بسترة للخل، لازم برضو تعمل عملية ترشيح. يعني ايه ترشيح؟ لو احنا عندنا اي شوائب موجودة في الخل، زي في عندنا حاجة اسمها غشاء ام الخل. غشاء ام الخل ده غشاء او نوع من، يعني انت بتاخد خل قديم في نوع من انواع البكتيريا، البكتيريا دي اللي هي بكتيريا حمض الخليك، بتحطه على الكحول عشان يعمل عملية الايه؟ عملية التخمر الخليكي. طب غشاء ام الخل ده المفروض بعد ما بنيجي نعمل الخل بنبستر وبنرشح عشان نتخلص منه، لكن لو ما تخلصتش منه هتبص تلاقي، تشوف ازازه الخل تبص تلاقي في مواد هلاميه، وده يعتبر من عيوب الخل. صفات الخل الجيد احنا بيبقى كورس حلو جدا ومهم جدا، وصفات الكحول الجيد كل الكلام ده بيبتدي ناخده.
وبرضه صفات الخل الجيد ان المفروض لما بتيجي تحول الكحول الى خل، المفروض لما نيجي نكشف عن نسبة الكحول اللي جوه الخل بعد كده المفروض ما يزيدش عن 5%، المفروض ما يكونش ملوث بعنصر الزرميخ والرصاص، الكلام ده كله علشان نعرف الخل ده جيد ولا لا، ودي برضه دراسة جميلة وشيقة جدا. طيب في برضه الحاجة اللي هناخدها بعد كده اللي هي الوحدة الخامسة. الوحدة الخامسة هي خاصة بصناعة زيت الزيتون، صناعة زيت الزيتون. طب ايه هي اهداف الوحدة؟ اهداف الوحدة رقم واحد عندنا تعليم الطالب كيفية استخلاص زيت الزيتون، هنعرف الطالب ازاي هيعمل استخلاص لزيت الزيتون. برضو تعريف الطالب بالقيمة الغذائية لزيت الزيتون، تعريف الطالب بدرجات زيت الزيتون المختلفة وكيفية الحكم على جودة المنتج. طيب عندنا التدريبات العملية. طيب قبل حاجة، قبل ما اتكلم عن النقطة دي برضو احب اقول حاجة، صناعة زيت الزيتون طبعا من الصناعات الكبيرة جدا في مصر، ومصر يعني نهضت في هذه الصناعة، بعض اماكن في واحة سيوة بعض انواع او اصناف الزيتون. الطالب طبعا احنا بنعرفه ايه هي انواع الزيتون المختلفة اللي موجودة في مصر واماكن تواجدها، وايه هي انواع اللي بتنفع للتخليد، وايه هي الانواع اللي بتنفع لاستخراج الزيت. طيب وازاي ان احنا لما نيجي نستخلص الزيت من ثمار الزيتون لابد ان احنا نعتني بالثمرة قبل ما نحطها في المعصرة او في العصر، لازم يتم الاعتناء بهذه الثمرة. ليه؟ ده ممكن الثمرة عندك تكون متدهورة، بمعنى ايه؟ في شقوق فيها، في خدش وقع في الارض واتكسرت. طيب ايه معناها؟ واحد يقول لك انا خدت الزيتون زي ما هو كده وعصرته، تيجي تكشف على جودة زيت الزيتون تبص تلاقي نسبة الاحماض الدهنية الحرة عالية جدا، وكون ان نسبة الاحماض الدهنية الحرة عالية يعني معنى كده ان هذا الزيت رديء جدا. يقول لك طب ده انا ماسك الثمرة المعصرة لحق يبوظ؟ لحق يبوظ. ليه؟ انت دلوقتي ما اعتنتش بجمع الثمار، انت خدت الثمار اتشققت، بصيت لقيت في مكان لدخول الفطريات والبكتيريا، وبالتالي بتدخل على الزيت اللي جوه تكسره وتحوله لنسبة احماض، يبقى فيه نسبة احماض الدهنية الحرة، الزيت من قبل ما يتعصر متدهور. وما انت لما تيجي تحطه في المعصرة وتيجي تكشف على الجودة في الزيت تلاقي الزيت عندك مش كويس. برضو من ضمن الحاجات اللي هي ان انت بتعرف ايه هي الخطوات الاساسية في صناعة، في عملية التجميع ازاي، ان انت لما بتيجي تحط الزيتون لما بتيجي تجمعه من على الشجر تجمعه في زبتة، في زبتة بلاستيك كده ما يزيدش السمك عن 25 سنتي. انت ممكن تاخد الزيتون لو انت مش هيروح المعصرة او الطاقة الاستيعابية للمعصرة اقل من الكمية، بتعمل ان انت بتحط الزيتون في محاليل ملحية، او بتحطها في محاليل ملحية مع حمض الستريك، او محاليل ملحية او حمض الستريك مع مادة اسمها صوديوم ميتا باي سلفيت. كل دي هتحافظ لك على الثمار قبل ما تبتدي تعمل عملية العصر. برضو ما بتيجي تعمل عملية العصر في زيت الزيتون لابد ان تكون المعصرة اللي عندك او المعصرة اللي عندك ممتازة نظيفة جيدة. طبعا المعصرة بنبتدي نعمل عملية العصر الاول، الهرس الاول والعصر الاول لثمار في ليه ظروف معينة. اول هرسة وعصرة اولى بينتج نوع من انواع الزيت جميل جدا اللي هو بنسميه زيت البكر. زيت البكر ده اللي هو الزيت الناتج من الهرسة والعصرة الأولى، ودي بتبقى صفات الجودة فيها ممتازة جدا، وده ليه استخداماته، ده بيتعبى لوحده وبيتباع بأسعار يعني غالية شوية. في عندك كمان بيبتدي تعمل الهرسة والعصرة التانية بينتج عنه زيت بس الأقل في الجودة. خلي بالك برضو ان احنا قبل ما بنيجي نعصر الثمار لو في ورق أخضر موجود في الثمرة لابد انها بتبتدي تتشال، لأنها لو ما تشالتش أثناء عملية العصر الزيت بيدي طعم المرارة. برضو بتعمل هرسة وعصرة تالتة، وده بيبقى أرض أنواع الزيت. طبعا بنحط مية في المعصرة رقم تلاتة طبعا علشان خاطر أنها بتسهل عملية العصر، ودي بيبقى ساعتها البذرة بتكون اتطحنت. طيب هل المخلفات الناتجة عن الصناعة دي هل بنرميها؟ لا، دي احنا بناخدها بنستخدمها في الصناعات التجميليه، ممكن صناعه الصابون كمواد مالئه، وممكن بنستخدمها في كعليقه للحيوانات بتضاف على بعض المنتجات الغذائيه.
برضو هتاخد التقنية بتاعت صناعة زيت الزيتون، ازاي انت ما بتيجي تاخد الزيت ازاي بتجهزه عشان يبقى فيه تعبئة، ازاي تخليه ما يتحولش للون الاحمر، ازاي تحافظ على درجة الحرارة اثناء عملية الاستخلاص، ايه هي يعني ايه غسيل زيت، وليه بتعمل الخطوة دي. الكلام ده كله هيتاخد بشيء من الاستفاضة كويس جدا. وبرضه هتبتدي تاخد جزء عن خاص بالتعبئة بتاعت زيت الزيتون بالذات. زيت الزيتون بالذات لابد ان هو بيتخزن الاول، اما بيجي يتخزن بنعمل له برضه عملية تعتيق، لان كل ما بتيجي تعتق الزيت كل ما بتكون صفات الجودة بتاعته ممتازة وبتبقى ريحته قوية جدا. برضه ما ايه صفات المخزن او اللي انت بتخزن فيه زيت الزيتون، بيبقى شكله ايه مخروطي وبيصنع من ايه، والمفروض يكون فيه زجاجة بيان، ومفروض كل الحاجات دي هتاخد شروط التخزين الجيد لزيت الزيتون علشان زيت الزيتون عندك يبقى ممتاز. برضه ما بتيجي برضه تاخد زيت الزيتون، ايه هي عملية التعبئة؟ لما بتيجي تعبي زيت الزيتون لابد ان انت تعبيه في زجاجات غامقة في اللون. ليه؟ عشان تمنع الضوء ان الضوء يوصل لايه، يوصل للزيت وبالتالي يغير من جودته، تمنع الهواء عنه. الكلام ده كله ظروف التعبئه والتغليف كل دي هتاخدها في هذا الكورس. برضو من ضمن الحاجات هتاخد ازاي تكشف عن غش زيت زيتون. في عندك بعض الاختبارات المهمه جدا، رقم البيروكسيد، رقم اليودي، كل ده معامل انكسار الضوء، كل الكلام ده هتاخده، تحليل الكروماتوجرافي، الكلام ده هيتاخد، وبعض الاختبارات هتبقى عارفها عشان تكشف ازاي عن زيت الزيتون. وازاي ان انت لو عندك زيت زيتون ممكن باختبار بسيط جدا في البيت حطه في التلاجة، لو حطيته في التلاجة لقيت لونه معكر يبقى ده معناها ان هو مغشوش، لكن لو لقيت لونه صافي وكويس يبقى ده زيت زيتون ممتاز عالي الجودة. برضو من ضمن الحاجات اللي انت هتاخدها ازاي تحكم على يعني جودة زيت الزيتون، ازاي تقول الزيت ده ممتاز من حيث اللون، حيث الطعم، من حيث الرائحة، كل الكلام ده هيبتدي يتاخده. برضو هتقسم زيت الزيتون لدرجات، في عندك في جمهورية مصر في درجة الأولى، الدرجة الثانية، زيت النقي المعادل، دي درجات ازاي تقسمها وازاي رقم الحموضة فيه بيكون كام. بالنسبة لتونس كانت مقسماه لإكسترا، سوبر فاين، فاين، كوارنت، زيت غير غذائي، كل الكلام ده هتاخد تقسيمات زيت الزيتون ايه، وكل درجة مواصفاتها ايه. يعني الدرجة الأولى دي طبعا بتبقى أحسن درجة اللي هو الايه البكر، فكل ده هتاخده من خلال صناعة زيت الزيتون. طب برضو من ضمن الحاجات اللي هتاخدها تدريب الطالب على كيفية فحص الثمار والاستلام. بعد كده عندك اخر وحده اللي هي الوحده السادسه. اهداف الوحده هي عباره عن ان انت بتعرف الطالب باهميه التعبئه والتغليف، بتعرف الطالب بالعبوات المختلفه المستخدمه لتعبئه المواد الغذائيه، الحكم على سلامه وجوده العبوات وعلاقتها بجوده الاغذيه. برضو التدريبات العمليه اللي هتاخدها تدريب الطالب على اختيار العبوات المناسبه وكيفيه اعداد بطاقه الصنف والبيانات. برضه هتتدرب الطالب على تعبئة وتغليف بعض أنواع المخبوزات. برضه تدريب الطالب على تعبئة المربى في بطرمانات زجاجية وعبوات بلاستيكية، وزيارة لأقرب مصنع أغذية لمتابعة عمليات التعبئة والتغليف. الكلام ده كله هتاخده في الوحدة السادسة اللي هي هتبقى آخر وحدة. تاخد أنواع العبوات إيه؟ الزجاجية والورقية والبلاستيكية، وإيه هي شروط العبوة الجيدة، وإيه هي فايدة العبوة، تحمي وتحوي وتبيع، تحوي المادة الغذائية، تحميها من عوامل الفساد، لها مظهر جذاب للمستهلك. كل الكلام ده هتاخده في عملية الايه التعبئة والتغليف. هتاخد أنواع الورق، الورق المقوى والورق المحسن، والتغليف بتاعها ازاي. هتاخد أنواع البلاستيك، بولي إيثيلين، بولي بروبولين، بولي فيلم، الكلام ده كله هتاخد كل واحد ويبتدي فين بيتعمل ازاي او بيتعبى فيه ايه. هتاخد في عملية التعبئة والتغليف صناعة العبوات الصفيح، وازاي ان انت بتشوف السمك بتاع، بتكشف على الرول بتاع الصفيح ده الاول، اختبارات بتعملها عشان تعرف بعد كده تصنع العلبة الصفيح بطريقة كويسة. السؤال ده تملي بيجي في امتحانات الدبلوم، يقول لك ايه ما هي الخطوات الاساسية لصناعة العبوة الصفيح، الكلام ده كله. وهتاخد ان كل منتج من منتجات الغذائية ليها طريقة في التعبئة او فيها، وايه الورنيش اللي بتورنش بيه المادة الغذائية، ايه هو الورنيش.
طيب الانامل، ايه هي انواع الورميش بتاعت العبوات يعني ليه وايه فايدتها؟ انها بتمنع تفاعل الماده الغذائيه مع معدن العبوه. الكلام ده كله هيبتدي يدرس بطريقه او بشيء من الاستفاضه. طب في عندك ايه كمان؟ هتاخد برضو ان انت تعرف بطاقه الصنف. يعني ايه بطاقه الصنف؟ ان انت اي عبوه عندك تبتدي تحط لها بطاقه. البطاقه دي عباره عن ايه؟ اسم المنتج، العلامه التجاريه، ده طريقه التصنيع، درجه الرطوبه او ظروف التخزين ايه، تاريخ الانتاج، تاريخ انتهاء الصلاحيه. كل الكلام ده هتبتدي تاخده في الكورس الخاص بتاع بيع والتغليف. طبعا انا كده قلت لكم ان عندنا 6 ابواب، في منها 3 ابواب الترم الاول و3 ابواب في الترم التالي. ماده الصناعات الغذائيه دي فيها جزء معرفي كويس جدا. طبعا اتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا استفدتوا من العرض الاسرائي ده، على امل اني القاكم باذن الله في حلقه تانيه. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.